السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة سأتشارك معكم في هذا الفيديو، وصفة رائعة جدا للعناية بالفم والأسنان، ستخلصنا من الرائحة الكريهة، ستخلصنا من تكون الجير أو البلاك على الأسنان، كما أنها ستساهم كثيرا في إسقاطه إن نحن وضبنا على استعمالها. هي رائعة جدا بمكونات مفيدة للفم والأسنان، ليست لها أي مخاطر، يكفي كما ذكرت الاستمرار عليها وستلاقون التحسن والتغير الذي تنشدونه. إذا لنبدأ في عملها ونتعرف على مكوناتها. المكونات التي سنحتاجها سيكون عبارة عن كأسين من الماء، سأحتاج لي يعني عروش من البقدونس، وسأحتاج لي أكباش من القرنفل، تحديدا 5 أكباش من القرنفل. إذا هاتي المكونات لنبدأ في عمل الوصفة. إذا سأحتاج لي كاسرولة سأضع فيها الماء، يعني 2 كوب من الماء، ثم نضع الكل على النار حتى يبدأ الماء بالغليان. تلاحظون أنه بدأ يسخن، يجب أن نتركه حتى يبدأ بالغليان. عندما نلاحظ أنه بدأ يغلي سنقوم بإضافة المكونات الأخرى، فأضع البقدونس وسأضيف أكباش القرنفل ونترك الكل حتى يغلي جيدا، يعني سنتركها تغلي لمدة من 3 دقائق إلى 4. إذا بعد أن غلى الكل نقوم بإزالته من على النار ونقوم بتغطيته بواسطة صحن ونتركه من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يبقى هكذا منقوعا. وبعد أن نتركه يرتاح للمدة التي ذكرت نقوم بوضعه في وعاء زجاجي، من الأفضل حتى حين استعماله. وبذلك نحصل على محلول بهذا الشكل. طبعا اتركوه المدة كاملة حتى ينقع جيدا وتستخرج منه كل العناصر التي ستساعدنا في علاج الفم والأسنان والتخلص من مشاكله. إذا هذا المحلول سنستعمله 3 مرات في اليوم، يمكنكم استعماله حتى بعد تنظيف أسنانكم وفرشها، يمكنكم استعماله كمحلول لتنظيف الأسنان. كما ذكرت سيساعدنا في التخلص من العديد من المشاكل، أولها رائحة الفم الكريهة، سيخلصنا من تراكم الجير أو البلاك على الأسنان، أيضا سيعمل على تبييض الأسنان وعلاج حتى اللثة الملتهبة. هو رائع جدا جدا لنحصل على أسنان رائعة بدون مشاكل. كما ذكرت داوموا عليها وستحصلون على نتيجة أكثر من رائعة. إذن كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لا تنسوا لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم. إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.